السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الرمضانية. واليوم في فقرة وصفة في دقائق تنحضروا فطائر الدجاج بالتوست أو لي شوسون ديال الدجاج بخبز التوست. وصفة سهلة وسريعة التحضير وما كتاخدش منا الوقت. فأول حاجة غادي نبداو بتحضير الحشوة. غادي ناخدو مقلاة غير قابلة للالتصاق، نوضعو فيها القليل من الزيت، كنضيفو الثوم المفروم والبصل مفروم او بصله مشلضه والفلفل الاخضر كذلك مشلضه، وكنشحروا الكل. ثم كنضيفوا المفروم ديال الدجاج او الكفته ديال الدجاج وكنشحروا الكل جيدا. ثم كنضيفوا التوابل، الفلفل الاسود والملح حسب الذوق والبابريكا او التحميره والقليل من الزعتر، وكنقليو الكل جيدا. ثم كنرفعوه من على النار وكنخليو الحشوه ديالنا حتى كتبرد جيدا. ثم كنضيفو الجبن الاحمر المبشور وهو اختياري. ثم كندوزو باش كنفردو اولا كندلكو القطعه ديال التوست بواسطه الدلاك، وكنقطعوهم بالمقطع الدائري كما هو موضح في الفيديو. وكيف ما دائما كنقول، فالفائض ديال الخبز بطبيعة الحال ما غاديش نرميوه، فيمكن لينا سواء نحمروه في الفران ونطحنوه فكنحصلوا على لا شابلور، او يمكن لينا كذلك نستعملوه باش نحضروا سواء الكنافة ديال التوست او عيش السرايا اللي سبق لينا حضرنا في حلقات سابقة. غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. فمن بعد ما كنحصلوا على هذه الدوائر هذه ديال التوست، كندهنوا الجوانب بجبن الدهن، وكنوضعوا القليل من الحشوه في الوسط، وكنغلقوا الجوانب جيدا، وكنستمروا على نفس العمليه حتى كنتهيو من كميه الحشوه اللي عندنا. ثم كنمروا باش كنقليو الفطائر في حمام زيت، ودائما كنتابهو لان التوست كيتحمر بسرعه، فنردوا معاه البال باش ما يتحرقش. وهادو كيكونوا هما الفطائر ديالنا ديال الدجاج او لي شوسون بالدجاج بالخبز ديال التوست اللي كتحضروا في دقائق معدوده وما كياخذوش لينا الوقت. والحشوه اكثر من رائعه والطعم ديالها لذيذ بزاف. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها، وكنضرب لكم موعد غدا ان شاء الله في نفس الموعد مع حلقه جديده ووصفه جديده. اما الان فغنخليكم مع باقي فقرات الحلقه. على نهجك مشيت، بدربك مضيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت. على نهجك مشيت ومنك استقيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت. موضوعنا لهذا اليوم هو عن التوكل على الله. فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله بتفويض الأمر إليه، فالعبد مهما أوتي من قوة يظل ضعيفا فقيرا يفتقد للغني الحميد. فهذه غاية التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان به. والعبد بهذا يجلب لنفسه محبة الله سبحانه، كما قال عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والتوكل لا يكون إلا بحسن الظن بالله، اللي هو كان الموضوع ديال الحلقة السابقة. فالإنسان الذي لا يحسن الظن بالله لا يمكن أن يتوكل عليه. فالتوكل لا يكون إلا بحسن الظن بالله. الإنسان الذي يحسن الظن بالله ويعلم أن الله لن يخيبه فهو يتوكل عليه ويفوض له أموره كلها. ولا يتعارض التوكل مع الأخذ بالأسباب، وفي الحديث إشارة لهذا: فالطير الجائعة تبحث عما يسد جوعها فتجد ما قدره الله لها من رزق،
والمحظور الاعتماد على الأسباب، أما الأخذ بها مع الاعتقاد بأن الله تعالى بيده الرزق فهذا هو المطلوب وهو الذي حث الشرع عليه، أما التلفظ بالتوكل دون الأخذ بالأسباب فهو ممنوع وهو ما يسمى بالتواكل، يعني أن الإنسان يتوكل فقط على الله ويربع يده ويتسنى أن الرزق دياله يجي حتى لبين يديه، فهذا غلط ومشي هذا هو المعنى ديال التوكل ومشي هذا هو المراد من التوكل. فالإنسان ينبغي أن يتوكل على الله، أن يعلم أن الله هو الرزاق هو القادر على كل شيء، ولكن يأخذ بالأسباب ويعمل ويجتهد حتى يصل للرزق الذي قدره الله له. فكما ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأهل اليمن فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتكلون، ألا أخبركم بالمتوكلين؟ رجل ألقى حبة في الأرض ثم توكل على ربه. يعني هنا إشارة على أن التوكل على الله ماشي فقط أننا نتلفظ باللفظ ديال التوكل ونربع يدينا ومنديرو حتى شي عمل وحتى شي مجهود، بل التوكل هو أن يلقي الرجل الحبة في الأرض ثم يتوكل على ربه. يعني الإنسان راه دار أخذ بالأسباب ويعني خدا المبادرة واشتغل ودار مجهود ويتوكل على الله في النتيجة، يعني فهو الرزاق إلى شاء رغدي تكون يعني النتيجة من هذاك العمل، وإلى ما شاءش الله سبحانه وتعالى يعني هناك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. فكيف ما سبق لنا الحديث في موضوع الإنسان مسير أم مخير، فالإنسان ما يقولش رزقي اللي كتبوا لي الله غادي يجيني حتى لعندي، وإلا مكتب لي شي حاجة غادي ناخدها ويربع يديه وما يدير حتى شي مجهود. فالإنسان مطلوب منه العمل، التوكل على الله ثم العمل. فاللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله. سؤال اليوم هو: ما هو الإعجاز القرآني في قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ ما هو الإعجاز القرآني في قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ فخليوا الأجوبة ديالكم في التعليقات باش تشاركوا في المسابقة ويدخل الاسم ديالكم في السحب. لمزيد من التفاصيل غادي نخلي لكم الرابط ديال فيديو الإعلان عن السلسلة والمسابقة الرمضانية في صندوق الوصف بالنسبة اللي ما شافوش. كنتمنى أن حلقة اليوم تكون راقصكم ونكون خفيفة على قلوبكم، ونشوفكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.